السادة الحضور، أشكر السيد المسؤول على مكتب الدراسات على العرض اللي قدموه. دوري يعني عندي اقتراحات بخصوص التصميم الجهوي لإعداد التراب. تساؤلي الكبير سيد رئيس الجهة هو من سيرافقكم في تنفيذ هذا التصميم الجهوي لإعداد التراب؟ من هي المؤسسة؟ واش غادي يكون خلق ديال يعني شركات ديال التنمية على صعيد الجهة باش نترافقكم في تنفيذ هذا التصميم الترابي الجهوي؟ واش مؤسسات العمران أين هو دور مفتشية ديال التامير؟ لأنه باش نجسدوا هذا التصميم يعني الجهوي خاصنا الأدوات، خاصنا الأدوات. وشنو هي الأدوات؟ يعني خاصها تكون باينة من دابا، لأنه خاصنا نعترفوا بعد المسألة، راه مورا كورونا يعني عالم جديد سوف يتشكل. أين نحن؟ مورا كورونا، كورونا هي فرصة قوية باش أننا نحطوا المخططات ديالنا ونحطوا الآليات ديال التنفيذ باش أننا نكونوا جاهزين مباشرة مورا كورونا إن شاء الله دولة قوية في المحيط ديالها الإقليمي والدولي. لهذا أركز على الأدوات اللي غادي تسيركم السيد الرئيس، لأنه كنعرفوا كذلك مدينة المهن والكفاءات اللي كاينه في المدينه ديال طمنصور، واللي غادي تكون يعني غادي تعطي واحد الخريجين ديال مجموعه ديال المهن، يعني الالاف ديال الخريجين، واللي خاص تستافد منهم الجهه ديال مراكش الاسفي. ما خاصناش نسمعوا باقي راه هاد الوليدات ديالنا ولا هاد البنات راه كيهاجروا المدن الشمال او لا الدار البيضاء. لهذا السيد الرئيس يعني التركيز ديالي هو على المساله ديال الادوات من اجل يعني تنميه مراكز الجماعات الترابيه. اليوم في السياسات الحكوميه، والسيد الوالي يعني الصاهر على تجسيد السياسات الحكوميه داخل الجهه، احنا في الدوله الاجتماعيه خصوصا في المجال الصحي كنتكلموا على طبيب الاسره، كاينين جماعات اللي فيها ما يفوق 20,000 30,000 نسمه، ما فيهاش طبيب. اياه كاين برنامج قوي ديال السيد ديال وزاره الصحه في بناء يعني مراكز صحية ومستشفيات جديدة، ولكن ألم يتم التفكير في تنمية مراكز ديال الجماعات الترابية ويكون في الصميم ديال هاد التصميم الجهوي لإعداد التراب؟ هنا غادي نخلقوا كل جماعة غادي نخلقوا فيها واحد النواة اللي غادي يكون فيها الطبيب، اللي غادي يكون فيها الفرماسيان، علاش لا غادي يكون فيها واحد المنطقة يعني صناعية خاصة بخصوصيات هذيك الجماعه. وبهذا في تنميتنا المراكز ديال هذه الجماعات ديال كل اقليم بطبيعه الحال اوتوماتيكمون راه كننميو يعني الجهه ديالنا ككل. الدور ديال مؤسسه العمران، الدور خاص يكون اساسي، لانه صراحه وهذا سؤال انا موجهه للسيده الوزيره ديال اعداد التراب، باقي يعني قريبا ان شاء الله غادي يكون مبرمج، خاصنا نخرجوا من الكلاسيكيه بالنسبه لهذه المؤسسه ديال الدوله. مؤسسة ديال الدولة اللي هي مؤسسة العمران خاصها تخرج من هذاك النسق القديم، بارك عليها. يعني كانت يعني المهمة ديالها ترحيل وبيع بعض البقاع كذا ديريكواسيون كذا، خاص سياسة جديدة، خاص واحد الرجة. هذه العمران خاصها تمشي للمراكز ديال الجماعات الترابية وتنميها، لأنه كاين إشكال ديال العقار كيف ذكر السيد الوالي، وزارة الداخلية متحمسة وغادي يعني توجد يعني الرصيد العقاري اللي هو تابع للجماعات السلالية. شكون اللي غادي ينميه؟ الخواص ما غاديش يكون عندهم الحق الا بطبيعه الحال القوانين، ولكن المؤسسات ديال الدوله خاصها تكون حاضره في هذه المراكز ديال الجماعات الترابيه من اجل خلق واحد المركز اللي يكون فيه الطبيب يكون فيه الفرماسيان، وعلاش لا ما يكونش واحد الحي صناعي يعني صغير. خاصها تبان يعني يعني الدور ديال هذه المؤسسات ديال الدوله، خصوصا الوكاله الحضريه. انا كنتابع بانه ما كاينش ممثل ديال السيد ديال الوكاله الحضريه معكم يعني في يعني جنبا الى جنب مع المسؤولين ديال الجهه، هذا اشكال كبير. فين الدور ديال الوكاله الحضريه؟ الوكاله الحضريه راه خاصها ولكن الدور ديال الوكاله الحضريه لانه اشكال حقيقي دائما كيتطرح هو ملي يعني في اخذ التصاميم والموافقات ديال الوكاله الحضريه. الوكاله الحضريه خاصها تكون في صلب هذا التوجه اللي اليوم صار عليه الجهه، وهي كذلك اداه من ادوات ديال الدوله. شكرا.